والآن مشاهدين راح ننتقل لموضوع ثاني. احنا تكلمنا انه في كثير مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد انه ما هذه التداعيات ما اقتصرت فقط على الحالة الصحية او النفسية للناس، لكن بدون اي شك كثير من الشركات والمؤسسات تأثرت بشكل كبير وانعكس هذا الشيء على الأسواق العالمية. ويمكن أكثر المتأثرين اقتصاديا هم أصحاب الأعمال الصغيرة أو رواد الأعمال اللي بسبب الإغلاقات والحجر الصحي ومنع التجول خسروا مصدر رزقهم بالكامل. وراح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع علي الحسني ورامة سعد، زوجين من الأردن يملكون جاليري صغير في العاصمة عمان. علي ورامة شركاء في أمور كثيرة من ضمنها التصوير الفوتوغرافي. علي يصور الناس في شوارع المدينة ورامة تصور الطبيعة، طبعا تفاصيل ما ينتبه لها الكثير من الناس ولكن تبقى عين الفنان يعني عين مميزة. قرروا يكونون لهم جاليري ومكان ثابت لعرض صورهم وبيعها بالإضافة لأعمال فنية أخرى لفنانين آخرين. اليوم جاليري علي ورامة للأسف مغلق بسبب انتشار فيروس كورونا وظروف الحجر الصحي لاحتواء هذه الأزمة في الأردن. ومعنا اليوم هم من العاصمة الأردنية عمان من خلال سكايب عشان نتعرف على أوضاعهم ومخاوفهم الآن. صباح الخير علي ورامة وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم. صباح الخير. أهلا أهلا أهلا. كيف الوضع عندكم؟ كيف الصوت أول شيء؟ الصوت منيح. تمام تفضل. الوضع عندنا في الأردن يعني رائع جدا يعني الحمد لله. الدولة الأردنية عم تبذل جهود جبارة صحيح للسيطرة على الفيروس وانتشاره، وصراحة يعني كل يوم الواحد بيحس حاله بنعمة والحمد لله. الحمد لله. كيف أوضاعكم في الحجر الصحي؟ يعني أنتم كاثنين أكيد يعني الأجواء في البيت كيف؟ والله نحكي عن إيجابيات فيروس كورونا. هو فعليا إيجابيات. الإيجابيات هي مع بعض وقت أكثر. نعم. وكمان صحتنا فرصة كويس قاعدين تتعاونون يعني بالضبط. طيب مثل ما عرفنا انكم اضطريتوا انه تغلقون الجاليري اللي هو مصدر دخلكم الوحيد اليوم بسبب هذه الظروف، فكيف قاعدين تتصرفون يعني بالنسبه للحاله الماديه؟ ما بننكر انه يعني صراحه تعرف جهازنا زي هذه احنا. طيب يعني علي علي لو سمحت الصوت مش واضح، ممكن نجرب نسمع راما؟ ممكن الصوت يكون معها اوضح. تفضلي راما. نعم تفضلوا. بس احنا يبدو انه كان في للاسف الصوت يبدو لي انه في اشكاليه، ولكن تفضلوا اللي حاب يعني يجاوب عن الوضع الاقتصادي الان بعد ما اغلقتوا الجاليري، كيف قادرين يعني تتعاملون مع هذه الظروف؟ تفضلي راما. سمعينا احسن هلا؟ والله المفروض ان شاء الله. تفضلي راما نسمع الاجابه من عندك لو تكرمتي. اوكي. الاوضاع الماليه صراحه لانه احنا مش بشكل يعني ناكل تحت حقوقي. نعم. فلما انقطع هلا نعم بحذر وهيك بتحتقل. طيب راما وعلي احنا نعتذر من عندكم، نعتذر من المشاهدين يعني لسوء جوده الصوت، وان شاء الله بيكونوا يعني بس حلو ان احنا عرفنا انه هم جالسين مع بعض ومبسوطين وجالسين يقضون الوقت حلو يعني بغض النظر عن الـ يعني الناحيه الماديه يمكن نقدر نتجاوزها. اكيد اكيد.